هذا واحد يا شيخ انه قالت اخته انها تروح للمسجد للتحفيظ وحلف قال ما تروحين الطلاق على مرتي ان رحتي، لكن بعدين تنازل واعتذر وراحت المراه البنت. الله الطلاق هذا وش حلف ولا؟ هذا ما في شك ان هذا حلف بالطلاق. نعم. وبناء على هذا فهذه المساله مساله خلافيه. مجموعه من اهل العلم قالوا ان ما وقع نتيجه الحلف والحلف يقع الطلاق، فعلى كل حال. وهناك من أهل العلم من قال بأن هذا الحلف يكفره كفارة يمين، لكن الذي عليه جمع من أهل العلم على أن الطلاق يقع بعد وقوع ما حلف عليه به. لكن يا شيخ ما راحت اعتذر لها، قال خلاص انا ابدا روحي استاذ سمح لها تروح. حتى لو قال سمح لها، على كل حال هو الان طلق سابقا. بالحلف. طلق قال ان ذهبت فهي طالق. ايه. فعلى كونه بعد وقت يقول اني عدلت، ما عاد يصح كلمه عدل. حتى لو عدل قبل ما تروح. نعم هو قبل ما تروح ما بعد حصل الحلف. إيه؟ لكن إذا طلق إنها ما تروح وراحت فقد حصل الطلاق. وبناء على هذا فعلى كل حال يعني تم وإذا الطلاق. وإذا سحب حلفه. ها؟ وإذا سحب الحلف قال خلاص ما يسحبه. ها؟ الحلف ما يسحبه. على كل حال الحلف إما أن يقع ما حلف عليه، وإما أن يكون يمينا مكفرة. فإذا يعني حنث في يمينه، ما وفى بيمينه، حنث في يمينه أو على كل ما تم يمينه، فالمسألة خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول ما حلف عليه يقع، وبعض أهل العلم يقول إذا حنث في يمينه فعليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.